اهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، ولسنقلوا لكم بالضبط من امام مسجد الحسن الثاني التي تعتبر من اكبر المعالم الدينية، واللي في هذه اللحظات غنقلوا لكم على المباشر لحظة رفع اذان صلاة الفجر. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وحسن الاعمال. قناة شوف تي في، يلا التحقوا بنا في هذه اللحظات. هذا مباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من أمام مسجد الحسن الثاني، أكبر اللي تتعتبر من أكبر المعالم الدينية، واللي غندخلو لكم منه لحظة رفع أذان الفجر. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وحسن الأعمال. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا متتبعي قناة شوف تي في في مباشر مدينة الدار البيضاء، لحظة رفع أذان صلاة الفجر بمسجد الحسن الثاني. تقبل الله صيامكم وزكاتكم وصلاتكم وحسن الأعمال. إذا متتبعي قناة شوف تي في، إلى هنا أستودعكم الله، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.